إلا كان كريستوف كولومبوس دار التراجي من إسبانيا حتى لأمريكا بثلاثة ديال السفن كبار وبطاقم كيتكون من 90 شخص، فجوج ديال المغامرين المغاربة داروا تقريبا نفس التراجي من الصويرة حتى لأمريكا فلوكة واحدة. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد واللي غيكون مختلف تماما على الفيديوهات الاخرين، اللي من خلاله غادي نحكي واحد القصة ديال جوج مغاربة اللي داروا التراجي من المغرب حتى الميريكان بفلوكة واحدة. هاد القصة عامرة بزاف ديال الاحداث وبزاف ديال المغامرات، واللي غادي تبدا مني غادي يفكر محمد فوزي باش يقوم بهاد المغامرة. فاول خطوة قام بها بغى يمشي بطريقة قانونية، مشى لإدارة الميناء وخبرهم بهاد الرحلة، فإدارة الميناء كانت رافضة تماما هاد المغامرة. منين كان محمد فوزي كيحاول يقنع إدارة الميناء بهاد الرحلة، كان جالس واحد البحار سميتو محمد بامار. هاد محمد بامار سمع الحوار اللي دار بين فوزي وإدارة الميناء وقرر يدخل، ومع ذلك إدارة الميناء وهادشي كان باين كانت رافضة تماما هاد المغامرة. فتحفز محمد بامار ومشى عند فوزي قال له راه ممكن نديروا هاد الرحلة وخا بطريقة غير قانونية. فمشى محمد بامار عند مراته وعائلته تودع معاهم. العربي كان بحار وكانت عنده خبرة كبيرة في هذا المجال، على العكس تماما فوزي اللي ما كانت عنده حتى شي علاقة بالبحار. تكلف فوزي بكاع المصاريف ديال الرحلة، من صناعة الفلوكة، من المواد اللي غيديو معاهم، الخضار، البوطات، الماء، الشبابك ديال الصيد، الكارو، اي حاجة اللي ممكن غادي يحتاجوها خلال هاد المدة هادي، واللي تقدرت تقريبا ب 30 يوم. كان مفروض عليهم انهم ينطلقوا في الرحلة وما يعيق بهم حتى شي واحد. فاختاروا يوم 20 غشت 1989، اللي في ديك الوقيتة كيكون كل شيء مشغول وتا واحد ما يسوق لهم الخبار. فعلا ركبوا في الفلوكة وانطلقات الرحلة ديالهم، بقاو غادين حتى لقاو راسهم وسط البحر وبدات المغامرة ديالهم. تخيلوا معايا التراجي من المغرب حتى لأمريكا بفلوكة، ما كاين لا جي بي اس، ما كاين لا بوصلة، لا حتى شي حاجة، راه شي حاجة ما كيتصورهاش العقل. كان كيعتمد العربي من خلال الاتجاهات ديالو على الغروب باش يوصل لأمريكا. اتفق العربي وفوزي على أساس أن العربي غادي يبقى يقابل الفلوكة بالليل وينعس بالنهار، وفوزي يبقى يقابل بالنهار وينعس بالليل. فتمك غادي يتفاجئ العربي بان فوزي ما عنده حتى شي علاقه بالفلوكه، ما عنده حتى شي علاقه بالبحر غير داخلها جبهه. تمك غادي يضطر العربي انه يعلم فوزي. فعلى حسب ما قال العربي بان فوزي قدر يتعلم في ايام قليله، هذا الشيء كيبين على الاصرار ديالو والطموح ديالو باش يوصل لامريكا. من بعد مده على انطلاق الرحله العربي جاته الخلعه وبغى يرجع في حاله، لكن ملي كيشوف ان فوزي اللي ما عنده حتى شي علاقه بالبحر مازال مصر ومازال مشجع باش يوصل لامريكا، صافي تماك سكت وما بغى يقول ليه والو. داز الشهر والماكله والماء بداو يتسالاو وحتى الكارو، وعلى حسب ما قال العربي بانهم من تسالي لهم الكارو بقاو كيفتلو حبوباتاي وكيتكيفوهم، وعلى حسب ما قال بان حبوباتاي عجبوهم. دوزو اكثر من شهر وكان كل نهار كيدوز كيقولوا دابا حنا وصلنا اليابسة، البوطات سالاو والماء حتى هو سالاو، وكانوا كيشربوا غير من خلال التساقطات اللي كطيح عليهم، كانوا كيجمعوا ديك الماء في القراع. العربي تدهورت الصحه ديالو وبقى كيفكر في المصير ديالو، وقال لفوزي الا مت ما تخليش الجوته ديالي فوق الفلوكه، غير لوحة البحر هو عارف اش غيدير بها. ما بقاوش عارفين اين نهار هما. من بعد ما كان العربي كيتراسي فوق الفلوكه كل نهار داز، لكن من تدهورات الصحه ديالو ما بقاش قادر يحفر من فوق الفلوكه. بقى لهم شويه ديال الكاشير باش يستعملوه طعم باش يصيدوا به الاسماك، ومع البوطه ما كايناش باش يطيبوا الحوت، بقاو كيشرحوه وينشفوه تحت الشمس وياكلوه. كان العربي عنده خبره كبيره في البحر، واخا هكاك قال لك ما عمره ما شاف القوه ديال الامواج اللي كاينه في المحيط الاطلسي. فعلا المحيط الاطلسي فيه امواج كبيره كبيره بزاف وقويه، وبالاخص الا كانت معها الشتاء والريح. كان العربي كيستعد باش ينعس بالنهار باش يفيق بالليل يقابل الفلوكه، وهو تبان له واحد السحابه كبيره وجايه لجهتهم. فا واخا هكاك
بغى يرتاح شي شويه. يلا غمض عينيه وجا عنده فوزي كيجري وكيفيق فيه. دخلوا وسط العاصفه وكانت الشتا والريح قوي بزاف، وكيف ما قال العربي ما عمرو في حياته ما شاف بحال ديك العاصفه. بقى كيراوغ وكيجدف وكيراوغ في الامواج باش ما تقلبش بهم الفلوكه. وفوزي كان هز واحد السطل وكيخوي الماء يتعمر ليهم في الفلوكه. شاف العربي فوزي وقال له الا خرجنا من هاد العاصفه حيين فراه اكيد غادي نوصلوا لامريكا. بقاو مستمرين، العربي هز واحد السطل وكيخوي الماء اللي يتعمر في الفلوكه، والعربي كيراوغ في الامواج باش ما تقلبش بهم الفلوكه. بقاو هكا اكثر من 5 ديال السوايع عاد باش هد الناس عليهم العاصفه واستمروا في الرحله ديالهم. دازت ايام من مور ديك العاصفه وهما مازال تايهين في البحر، ما عارفينش راسهم فين راهم واين اتجاه شادينو. بالليل كانوا كيبانوا لهم الضواو ديال البطوات دايزين، كيعياو ميغوتو ويشيروا لهم ولكن حتى شي واحد ما كيجاوبهم. واحد النهار كانوا غاديين هو يبان لهم واحد الجسم كبير قدامهم، ملي قربوا ليه لقاه واحد الحوت كبير بزاف. العربي وفوزي قاسهم الياس والاحباط كبير، وفوزي بدا تيقيسو الشلال في رجليه حيت في الفلوكه صغيره وما عندهمش المساحه فين يتمشاو. من بعد ايام فاق العربي ولقى فوزي في المقدمه ديال الفلوكه وهو فرحان وكيعيط العربي يجي يشوف داكشي اللي كيشوف. ناض العربي حتى هو يشوف وبانت ليه واحد الكتله كبيره في الطريق ديالهم، تخلع وسحب له راه غادي يصادفوا نفس العاصفه اللي تصادفوا معها المره الاولى ولا راهم وصلوا اليابسه. ما بقاش مهم واش يوصلوا لامريكا ولا شي قنت اخر ولا واخا جزيره، المهم غير شي بلاصه اللي يرتاحوا فيها ويتمشاو فيها ويردوا الطاقه ديالهم من جديد. ديك الساعه ناض العربي وقاد الشراع ديالو باش يتمشى في اتجاه ديال ديك الكتله، وبقاو غاديين ومستمرين وهما كيتمناو يلقاو شي يابسه يرتاحوا فيها. بقاو غاديين غاديين في اتجاه ديال ديك الكتله، وواحد شويه وهي تبان لهم اليابسه ويبان لهم الشجر والرمله وهما يفرحوا حيت اخيرا وصلوا ليابسه. من بعد غادي يكتشفوا انهم وصلوا لشمال البرازيل لواحد البلاصه سميتها غويانا، واللي من حسن الحظ ديالهم ان دوك الناس كيتكلموا بالفرنسيه، يعني غيكون واحد التواصل بيناتهم. عاودوا لهم القصه ديالهم وقالوا لهم منين جينا ولكن ما تيقوهمش. من بعد دوك الناس متاكدوا بان العربي وفوزي فعلا راه انطلقوا من المغرب حتى لشمال البرازيل، داوهم للسبيطار وقدموا لهم الرعايه، وتماك غادي يكتشفوا على انهم دوزوا اكثر من 100 يوم وسط البحر، يعني ضعف 3 ديال المرات داك المسافه اللي كانوا مقدرينها. من بعد ما خرجوا من السبيطار العربي مشى خدم في الدومين ديالو اللي هو البحر، وفوزي مشى خدم في الدومين ديالو اللي هو البني. من بعد عام قرروا يرجعوا للمغرب باش يشوفوا عائلتهم. في هذا الوقت هذا اللي كنهضر معكم فيه العربي مازال عايش وفوزي مات الله يرحمه. صراحه ما عرفتش علاش القصه ما معروفاش بالرغم من الحجم ديالها والاحداث اللي وقعوا فيها. انا شتاغي بالصدفه واحد الروبورتاج كانوا داروه مع محمد بامار واحد الجريده الكترونيه، لو كانت هذه القصه هذه وقعت في شي بلاد اخرى كون راه داروا عليها فيلم، ولكن مع الاسف رحنا في المغرب. اللي بغى يعرف الاحداث والتفاصيل اللي وقعوا في هذه الرحله راه كاين عليها واحد الكتاب سميتو الامتداد الازرق، يمكن لكم تشوفوه. انا قلت غير شويه من بزاف ديال الاحداث اللي وقعوا في هذه الرحله هذه، فبلا ما نطول عليكم نتمنى تكون القصه عجبتكم وما نكونش ثقيل عليكم. وإلا عجبكم الفيديو ديروا لي جيم ولي بارطاج وكاع داكشي اللي كتعرفوا ديروه، وان شاء الله تنطلقوا في الفيديو الجاي. يلا بالسلامه عليكم.